إذن مشاهدينا، عودة للاستعدادات الخاصة بمدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022 الذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل. المزيد ينضم إلينا من جديد الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك رامي. إذن مؤتمر بمواصفات عالمية وبالتالي التفاصيل مهمة ودقيقة وكثيرة. اطلعنا على الاستعدادات الأخيرة لهذا المؤتمر العالمي، تفضل. أهلا بك، تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام والأمل. بالفعل مؤتمر عالمي وبمواصفات ومعايير دولية، والجميع ينتظر هذا المؤتمر. مدينة شرم الشيخ تستعد على قدم وساق هنا كافة الاستعدادات في كافة المجالات لاستقبال كوب 27، هذا المؤتمر الذي ينتظره العالم أجمع، وأيضا هذه المدينة بشكل خاص بكل مكوناتها بكل مجالاتها استعدت وعلى كافة الاستعداد لاستقبال جميع الوفود المشاركة في هذا المؤتمر. نحن نتحدث عن استعدادات في أكثر من مجال، منها المكان الذي أتواجد به الآن وهو الممشى السياحي الجديد والذي تم إنشاؤه وتطويره أيضا ورفع كفاءته بطول 6 كيلومترات، ونتحدث أيضا عن امتداد عرضي لهذا الممشى السياحي الجديد من 10 إلى 12 مترا لهذا الممشى. أيضا نتحدث عن وجود عدد من النافورات وعدد من البوابات الأيقونية في هذا الممشى السياحي الجديد، وهذه البوابات التي ترتفع ب7 أمتار. نتحدث أيضا عن مجال الميادين والطرق والبوابات الخاصة بمدينة شرم الشيخ التي تستقبل في الشهر القادم جميع الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، وهي المدينة الخضراء، المدينة الصديقة للبيئة. نتحدث عن جولة كبيرة قام بها اليوم السيد اللواء خالد فوضى محافظ جنوب سيناء بعدد من البوابات المؤدية والقادمة أيضا من مطار شرم الشيخ للاطمئنان على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بهذه البوابات والطرق واللاندسكيب والمساحات الخضراء والإنارة وغيرها من الاستعدادات الخاصة بهذه البوابات. أيضا تضمنت الجولة هناك تفقد لعدد من المستشفيات، منها مستشفى شرم الشيخ الدولي وعدد من الأقسام الخاصة بهذه المستشفى، منها قسم الطوارئ والعناية المركزة. ونحن نتحدث عن الميادين والشوارع هنا في مدينة شرم الشيخ، نتحدث عن تطوير لأكثر من 15 ميدان هنا في هذه المدينة، وعلى رأسهم ميدان أيقونة السلام. هذه الميادين التي تهيأت واستعدت بكافة الأماكن وبكافة المجالات لاستقبال جميع الوفود واستقبال مؤتمر كوب 27. نتحدث أيضا عن عدد من المبادرات صديقة للبيئة، منها مبادرات تحويل النفايات والقمامة إلى صديقة للبيئة، إلى إعادة تدويرها من جديد، وهذه المبادرات التي تم يعني إنشائها وتم تدشينها من قبل الشباب هذه المدينة. نتحدث أيضا عن وجود محطة كبيرة، أكبر محطة طاقة شمسية في محافظة جنوب سيناء هنا في مدينة شرم الشيخ. نتحدث أيضا عن عدد كبير من الاستعدادات بكافة المجالات، منها مجال النقل. ولو تحدثنا عن مجال النقل، هناك منظومة كبيرة وأسطول نقل كبير صديق للبيئة وأخضر. نتحدث عن 260 عربة وسيلة النقل صديقة للبيئة سواء بالغاز أو الكهرباء. نتحدث أيضا عن التاكسي الصديق للبيئة هنا في مدينة شرم الشيخ. بكافة المجالات هذه المدينة وأيضا بكافة المستويات استعدت لاستقبال الوفود واللمسات الأخيرة في كافة المواقع والأماكن. أنا هنا في عدد من الجولات بالطرق والأسواق والشوارع وأيضا بالحديث مع الوفود. الوفود هنا تتحدث أن شرم الشيخ تشهد كل يوم جديد، كل يوم تطوير، كل يوم استعداد لاستقبال كوب 27. عودة لك مرة أخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من شرم الشيخ رامي محمد على كل هذه التفاصيل.